أستاذ أبو جا مستشار بجامعة الخميسات، يعني في إطار الزيارة اللي درنا اليوم إلى المستشفى الإقليمي صادفناك كاين تما كاين هنايا، وعلى العلم أن حتى أنتم أعضاء ديال المجلس الجماعي، عفوا قلت الإقليم في الأول، أنكم جيتوا درتوا التيست هنا. شنو تقدري تقولي لنا، شنو تقدر تقول لنا على الحادثة؟ كنظن بأنك كنت شاهد عيان على ذاك الفيديو اللي كان تسرب، شنو تقدر تقول لنا في هذا الإطار؟ المهم بداية بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لجميع المشاهدين وتحية عالية للأطقم الطبية اللي في الواجهة واللي في المقدمة. هذا ابتلاء ديال فيروس كورونا هو ابتلاء اللي عم يعني تقرب العالم كله، ماشي غير المغرب بوحده، وإن شاء الله تعالى كنتمنى أننا كمغرب نتجاوزو الحمد لله، يعني تحت القيادة الرشيدة ديال صاحب الجلالة والمجهودات الجبار اللي قامت بها الحكومة وكل أطراف السلطات العمومية عموما والأمنية بشكل يعني خاص، أطقم طبية، رجال التعليم، الكل الحمد لله أبان على واحد الوعي عالي وعلى واحد المواطنة عالية جدا، واللي انخرطوا فيها المغاربة جميعا. المغاربة عطاو المثل، عطاو النموذج، حنا كنفتخروا بالمغاربة ديالنا، كنفتخروا بالمغاربة ديالنا، كنفتخروا بالتمغربيت ديالنا، التضامن اللي عبروا عليه المغاربة جميعا. أنا كمواطنة ما غنتكلمش بالصفة ديالي كمستشارة جماعية، كمواطنة خضعت لهذا التحليل المخبري الخاص بهذا الفيروس هذا، وحللت كنت نزيلة هذا المستشفى هذا، فأشهد شهادة لله أن هذه الأطقم الطبية اللي خدامة من أطباء من ممرضين، يعني كيبذلوا قصارى الجهد ديالهم من أجل أنهم يجعلوا هذاك الإنسان اللي هو في يعني مشكوك في, 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 في الإصابة دياله على أنه يكون على أكف الراحة. بطبيعة الحال الواقع لا يرتفع، إحنا كنعرفوا يعني البنيات التحتية ديال المستشفيات العمومية ديالنا، كنعرفوا النقص اللي كاين فيها، ولكن هذا ما يعنيش أنه راه غادي نبقاو كتو في الأيدي، بالعكس يعني عندنا الحمد لله مندوب ديال الصحة إقليمي فوق المستوى اللي دار واحد المجهود جبار، هو مجموعة من الأطباء، مجموعة من الممرضين اللي حاولوا ما أمكن بهذيك الإمكانيات البسيطة يحاولوا يقدموا واحد الخدمة اللي هي في مستوى عالي جدا. والآن الحمد لله من بعد ما درت مجموعة من الإصلاحات واللي في الحقيقة هي ترد على هذاك السيد اللي يعني إحنا كنتضامنوا معاه رغم ذلك، لأنه ماشي سهل السيد اللي عمل ذاك الفيديو واشتكى من المستشفى الإقليمي ديال الخميسات على أنه تضرر إلى غير ذلك. فنحن نقول وأعيد وأكرر، الواقع لا يرتفع، راه الإمكانات الذاتية ديال المستشفيات العمومية إمكانات بسيطة جدا، ولعل كما تنقولوا رب ضارة نافعة، فيروس كورونا جعل على أنه صحح الاتجاه ورجعنا للبوصلة وخلانا أننا نفهموا بأن القطاع ديال الصحة من أولى الأولويات ديالنا، وعلى أنه لازم أن تعطاه العناية اللازمة. فالحمد لله في وقت قياسي جدا ممكن أنكم تصولوا تجولوا في وسط القاعات اللي كاينة حاليا وتشوفوا الإصلاحات اللي دارت وتشوفوا على أنه كما تنقولوا رب ضارة نافعة. فهذاك السيد هذا كنضمن معاه، خاصة أنه الإشكال اللي وقع له هو أنه من الثلاث حتى الاثنين ولا الثلاث، يعني مدة طويلة ديال الانتظار. أنا شخصيا جربت هذيك الحالة ديال الانتظار، ماشي سهلة، الإنسان معلق مع عشرته مصاب ماشي مصاب، تفكر في وليداته وفي عائلته وفي الناس اللي خالط إلى غير ذلك، فأمر ليس بالهين. فالجانب النفسي كيلعب واحد الدور كبير جدا. انا اشهد شهاده لله انه الناس اللي كانوا هنايا حول ما امكن رفعوا المعنويات ديالي الوقت اللي دوزت التجربه ديالي هنايا، انظروني يعني رفعوا المعنويات ديالي، والحمد لله مع الايمان بالله سبحانه وتعالى، والانسان تينتظر الحكم الله كما كان يكون الرضا وتمام الرضا واليقين على انه لن يصيبنا الا ما كتبه الله لنا. في نفس الاطار استاذه، يعني نستغلوا الفرصه ونسولوا او نعطيوا الراي العام اخبار يقينه، خاصه انه سعيد استاذ سعيد الخلفي كينتمي لكم، كيفاش دايره الحاله الصحيه ديالو؟ واش خرج من السبيطار باقي؟ نعم. شنو التجربه اللي دواش؟ شنو عاود لكم؟ شنو تقدر تقول لنا؟ بالنسبه انا ما غنتكلمش على سعيد الخلفي، ولكن غنتكلم على ولاد مدينتي اللي كاملين تقاصوا، بدءا بالسيد الرئيس ديال الجماعه سي سعيد الخلفي، الدكتور منعم، الاستاذه جميله، الاستاذ عزيز، يعني سي زهير، يعني المجموعه كلها ولله الحمد. اولا كنحمد الله عز وجل على اللطف ديالو على ان الخميسات الان صفر حال، يعني وهذا الشيء هذا فيه القدر الله عز وجل اللطف ديالو، ولكن فيه المجهودات اللي قامت بها المندوبيه ديال الصحه بالاقليم واللي قاموا بها الاطقم الطبيه. ولا نقدروا نصحوا واحد المعلومه هنا دكتور استاذه، يعني ربما باقي جوج ديال الحالات في طور العلاج.
باقيين جوج الحالات في طور العلاج، ولكن الحاله الصحيه ديالهم الحمد لله حسب المعلومات اللي عندي على انهم يعني في المراحل الاخيره باش يخرجوا من المستشفى ويمشيوا للوطيل. الاخوان كاملين، لا الاستاذه جميله، السي عزيز، السي سعيد الخلفي، كلهم الحمد لله يتمتعون بالشفاء وفي المراحل الاخيره ديالهم. اذا كنقول كنحمد الله عز وجل ان الخميسات ما فيهاش الحمد لله يعني تم التطويق ديال هذا الفيروس هذا اولى المراحل ديالو، وهذا كيعبر على النجاعه ديال التدبير ديال القطاع في الاقليم. وكنتمنوا من الله سبحانه وتعالى انه يرفع عنا هذا البلاء، وانه هذا الشهر المبارك الكريم نلحقوا ولو هذاك العشر الاواخر او الايام الاخيره يعني منه تفتح المساجد وترجع الحياه للطبيعه ديالها والعاده ديالها ان شاء الله تعالى. وأعيد وأكرر، التزموا بالحجر الصحي، نبقاو في ديورنا، التزموا بالوسائل يعني التعليمات الوقائية، النظافة، كل التعليمات اللي كتعطانا التزموا بها. وهذا الالتزام ديالنا هو اللي عبر على تمغربية ديالنا، وهذا الالتزام ديالنا هو اللي خلى أنه المغرب تضرب به المثل في الصحف يعني الكبرى ديال العالم، اللي شهدات النجاعة ديال التدبير ديال المغرب يعني تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، ويعني المجهودات الجبارة اللي قامت بها الحكومة. وشكرا. شكرا، الله يعطيك.